أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع. هنا في هذا الفيديو أعزائي الطلاب سنقوم بوصف الوحدة الأولى لمادة اللغة العربية. تتناول هذه الوحدة أعزائي الطلاب وحدة مكارم الأخلاق، حيث تضم مجموعة من المهارات مثل مهارة الاستماع ومهارة القراءة التي تتناول مجموعة من المحاور. سعت إلى تهذيب النفس المؤمن المؤمنة والحماية المجتمع الإنساني المؤمن، فيكون ذلك بإيمانه الخالص بالله وبقدرته على هدايتها لها وبالتقرب من الصالحين ومصاحبتهم وبترويض النفس على التمهل وعدم التعجل في الحكم على الآخرين وبالمبادرة في تقديم يد العون لأصحاب الحاجة، كما يساعد الدعاء على إكساب الشخص أحسن الأخلاق وأطيبها دون إغفال دور الأهل والمربين الأساسيين في زرع هذه البذرة في أطفالهم. إذن هنا في هذه الوحدة سعت إلى تهذيب النفس المؤمنة وذلك بإيمانه الخالص بالله وبقدرته على هدايته والتقرب من الصالحين ومصاحبتهم، وتكون بترويض النفس على التمهل وعدم التعجل في الحكم على الآخرين. أيضا الدعاء يعمل على إكساب الشخص أحسن الأخلاق وأطيبها دون إغفال دور الأهل والمربين أساسيين. بعد ذلك ننتقل عزيزي الطالب إلى مهارة القواعد، وهي قواعد اللغة العربية التي تتحدث هنا في هذه الوحدة عن مفهوم الإسناد، وأيضا إسناد الفعل سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا. بعد ذلك ننتقل إلى نصوص خارجية، وهذه النصوص نتعرف فيها على الأديب أحمد حسن الزعبي التي يتحدث عن نص خارجي هو لوم اجتماعي ليكتسب الطلبة مهارة حياتية واجتماعية. بعد ذلك ننتقل إلى كتابة المناظرة. في هذه الوحدة عزيز الطالب ستتمكن من يقرأ الطالب قراءة معبرة صحيحة، يفسر معاني ومفردات وتركيب جمل وأشكال تعبير ملائمة متنوعة، أيضا يكتب ويتحدث بأسلوب واختيارات لغوية ملائمة. أيضا يستطيع الطالب في هذه الوحدة أن يستخدم القواعد والنحو وعلامات الترقيم الصحيحة. إذا في نهاية الوحدة سيتمكن الطلاب من القراءة قراءة النصوص قراءة معبرة صحيحة، وأيضا يفسر معاني ومفردات وتركيب جمل وأشكال تعبير ملائمة متنوعة، ويكتب ويتحدث بأسلوب واختيارات لغوية ملائمة، أيضا يستخدم القواعد والنحو وعلامات الترقيم. أما ربط هذه الوحدة أعزائي الطلاب، ترتبط هذه الوحدة مع التربية الإسلامية كما قلنا، التي تسعى إلى تهذيب النفس المؤمنة وحماية المجتمع الإنساني المؤمن من الآفات الاجتماعية، وذلك بإيمانه الخالص بالله عز وجل وبقدرته على هدايته لها وبالتقرب من الصالحين ومصاحبتهم، أيضا ترويض النفس على التمهل وعدم التعجل في الحكم على الآخرين وبالمبادرة في تقديم يد العون لأصحاب الحاجة، كما يساعد الدعاء على إكساب الشخص أحسن الأخلاق وأطيبها دون إغفال دور الأهل والمربين الأساسيين في زرع هذه البذرة في أطفالهم. أيضا ترتبط هذه الوحدة أعزائي الطلاب مع تكنولوجيا المعلومات من خلال المصادر التي ستعود لها أثناء البحث وعمل الوحدة، ومن خلال مشروع الوحدة الذي سيقدمه، فهو يحتاج إلى جمع المعلومات وترتيبها بالرجوع لمصادر موثوقة. إذن هذه الوحدة ترتبط مع التربية الإسلامية وأيضا ترتبط مع تكنولوجيا المعلومات. أما مشروع هذه الوحدة عزيز الطالب، في هذه الوحدة ستقوم بعمل مقابلة صحفية يركز بشكل أساسي الطالب على طرح مجموعة من الأسئلة ذات العلاقة بكفاءة العمل وإنجازاته المهنية والأكاديمية لذلك الشخص، وعليك عزيز الطالب أن تقوم بالبحث عن معلومات حول هذا الموضوع وتوثيقه، أيضا توثيق مصادر المعلومات التي تم الرجوع إليها، وعليك أيضا التعريف بموضوع هذا الموضوع وأنواعه وأهمية الصحافة
أيضا أن تكون في حدود 3 أو 5 دقائق لهذا المشروع. أما تقييم الوحدة بالربط مع رؤية ورسالة المدرسة تحفز دراسة هذه الوحدة على امتلاك العقلية الدولية المنفتحة بمناقشة قضايا تتشارك فيها الإنسانية ومناقشة ثقافات مختلفة ضمن تعدد بيئات العمل المدروس. أيضا في هذه الوحدة يصل الطالب في نهايتها إلى التمتع بصفات قيادية التي تقوده لحياة طيبة ومناقشة ثقافات مختلفة. يمتلك الطالب في هذه الوحدة عزيزي الطالب قيما عالمية مثل الهدوء، التحدي والاكتشاف. أيضا يعزز مشروع الوحدة ما يرتبط به من بحث وإعداد عرض تقديمي سمات القيادة والانفتاح. عليك عزيزي الطالب بعد هذه الوحدة أن تقوم بتقييم فهمك لموضوعات الوحدة، وعليك أن تكتب فقرة تتضمن الإجابة عن الأسئلة الآتية، وهذه الأسئلة: ما هي الموضوعات التي درستها والتي تمنحك تعلما مستمرا مدى الحياة؟ أيضا ماذا تحب أن تضيف للوحدة من وجهة نظرك عزيزي الطالب؟ إذن هذه الوحدة يصل فيها الطالب في نهايتها إلى التمتع بصفات قيادية تقوده لحياة طيبة ومناقشة ثقافات مختلفة. تحث رؤية المدرسة أيضا عزيزي الطالب على في رعاية المتعلمين مدى الحياة والمفكرين العالمين ليصيروا مواطنين مسؤولين. أيضا تقوم على غرس الفخر في الهوية الثقافية للفرد، ونقوم بدعم الطلاب وتوعيتهم حول الأمور الدينية والعقيدية ليتعرف على المصدر التشريعي. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعالوا.